موضوع آخر اللي كان فيه علاقة برئيس الجمهورية، من أكثر التصريحات اللي حسبت أنها تصريحات نارية لسيد نور الدين الطبوب اليوم في الهيئة الإدارية، اللي يقولون أن رئيس الجمهورية يدعو الشعب للاقتتال والاتحاد مستهدف. رئيس الجمهورية اختار الطريق الخاطئ، وهو يرى أن بهذا الخطاب من فترة تعاونا هو لترهيب وتخويف الشعب التونسي. مسألة أخرى هو أن أريد أن يقول أن القوات المسلحة العسكرية البريطانية هي مع الرئيس ومساندة لخيارات الرئيس، في وقت أن القوات المسلحة النهائية هي دورة باش تحمي الوطن من كل الاختراقات، تحمي الوطن من كل تدخل معنا أجنبي. ولكن كذلك هذا ليس بغريب علينا، والأخطر من هذا إذا نتمعن في الاصطلاحات، وجد رئيس الدولة يتحدث عن التحرر والتحرير الوطني. معركة التحرر والتحرير الوطني خاضوها أبانا وأجدادنا. من بين التعليقات اللي جات، معتذر لي صوت مش طايره برشا، من هيئة إدارية كونفيرنس من الندوة نتاع الاتحاد اليوم، من بين التعليقات اللي جات في برنامج هنا تونس لخليفة شوشان، تعليقه على تصريح هذاك واش كان. للأسف نحس تم ناس بحسابات سياسية يستعجلون الصدام بين الاتحاد وبين رئيس الجمهورية. من بدأ الحرب ومن أعلنها يا خليفة؟ كي تقول فما أطراف اليوم تحب يصير هالخلاف هذا، نمشي معاك اليوم، فما شكون على عوام الموضوعي من ذاتي، مش ذاتي نعم، ثم عوام الموضوعيه ما تنجم تؤدي الا الى الاسلوب هذا. ما عندكش حل، صندوق النقد الدولي فرض عليك اللي انت تطبق اجراءات تبيع مؤسسات عموميه. خلينا نكون واضحين، رئيس الجمهوريه يقول لا انا ما نطبقش، تم تاجيله الملف ولا الغاءه نهائيا، وصندوق النقد الدولي متشبث، الدول الولايات المتحده الامريكيه في كل تصريحاتها معناتها هذه وكالات التصنيف هذه كل تقول لك ما عندك حتى حل الا تخضع حرفيا لاملاءات صندوق النقد الدولي. خطاب رئيس الجمهوريه منافق يعتبر روح هو اشتراكي ومدافع على الشعب. عندك حلين، الاتحاد يقول لك لا مجال للمرور الى الجانب هذا، القوى الماليه والاقتصاديه جبدت روحها، اتحاد صناعه والتجاره لا كلمه ساكت، جمعيه البنوك هكتر في الموقف تاعها والبنك المركزي وكانه تم اخلاء الميدان، الناس الكل جبدت روحها، واذهب انت وسعيد واتحاد تقاتلا ان قاعدون هنا ونتيجه القتال نتاعكم تدمر البلاد، تدمر الاتحاد، تنتهي الوضعيه، نحن سنستفيد في كل الحالات. الله الله، ايش قولك في هذه البوتقة؟ لا هناك سحب للبساط. نعم سحب للبساط، فماش بساط اصلا مش يسحبوه. ثم بساط لكن سحري ما يتشافش البساط. ثم بساط، سحب البساط وجعل الرئيس والاتحاد في يعني في خضم الحق. بلادنا تكون هكا، لازم الناس تحب كل الحديث، يموتوا على القعدات وعلى الحديث، كي الاتحاد كي الرئيس كي الحكومة كي المعارض، كل الناس تحب قعدات وتهر نار، كل واحد يحك راسه ويعمل ندوة. مرب شي يخدم على رواحكم مصلح رايكم، فهمني ولا لا؟ وليوجعك هذا يهدد ولا يهدد؟ تدري شكون يهدد تو؟ هدد في العناد؟ هدد عبارة، تعرفوا ماك اسمع، تعرفوا ماك ساعات ماشي انت في الكياس، صرتوا في جماعتنا نحن غادي ماك العطرية الخلاوة وحدها، تعرفوا كل خمسة شياب اللي بداوا متكيين عطرية ابو مريفق، يحكوا محلاها الصورة يحكوا هذوما كيك صورة هذوما كبش شياب قاعدين يهروا يهذروا هذا يسب هذا والاخر متغش على الاخر. هنا نتبعوا فيكم نحن تو نشوفوا مش نوصل ما فهمشي كلها تحكي ناقصه كان الخربقه كهو ناقصه تخربقه صاي خربقونا نحن في معصا احنا الخربقه كيف يبلكش يبلكش احنا هم تو متخربقتش قلت لك واحد اخر الشعب قدم الشعب تو غدوه يخرج الرئيس يرجع تو بعد غدوه تجي المعارضه ترجع تو بعد غدوه يرجع الاتحاد يعاود يرجع تو قد وحكي وانتم لا خدمه لا زادمه لا فلحتوا في خدمه لا فلحتوا المهم الحليب فما لا فهم شيء فماش قلت لك ناس تحب السميد مقطوع مقطوع والسكر ما ثماش والقهوه ما ثماش قهوه عربي رجعت على القهوه عاد ليه وين رجعت قهوه عربي مقطوعه قهوه عربي مقطوعه عندي 4 ايام من لوجع القهوه عربي مقطوعه قهوه عربي ايش رابك اكسبريس بالقهوه انا جيتك نبكي توا مثلا قلت هبطوا مخطر يا ما معنى بلاد ما عندي خويا جاي من فرنسا باش نهدي له باكو قهوه عربي ما كيف كيف طيروش ما معنى بلاد ما فيش قهوه عربي نعم الدولة يعني مش عربية ومعنا المحلل المحلل العربي أستاذ وليد أبو جودة شكرا غياب القهوة العربية في تونس غياب القهوة هو يعني بلغة التونسيين طار الكيف يعني الكيف الوحيد هو القهوة يعني أنا طلبت واحد لبناني بحكي لي بلغة التونسيين لا يعني القهوة هنا انعدام القهوة نعم ما جدوى وجود الززوة اليوم
يعني الززوه اليوم اصبحت يعني بلا قهوه بلا قهوه يعني هل يمكن هل يمكن ان نطيب الشاي في القهوه؟ لا يمكن في لا يمكن في الززوه ان تطيب الحليب في الززوه او الززوه هي للقهوه. لذلك الشعب التونسي يعني اصبح قاعد ززوه يعني لا ززوه له لا ززوه له كما قالك فهمت ولا ززوه من السياسه والله تعرف علاش نضحكوا خاطر سيريو فدينا من كلام سيريو تو ثلاث ايام نحكيوا سيريو قريب نوليو خفاف هما يحكيوا نهار كيما يحكيوا نهار كيما يحكيوا لا واحد تخدم فيه ولا ما حاجه تصلح سوف نحصل شو بلاك كسر متحرك تقبل ذكرتك اللولب الكهربائي هيا يا هيا سأنقذها سأنقذها سوف أردها عليك افعل ما تشاء فنحن عصابة الأكبر لا نحن المحتكرون لا نخاف منك نحن المحتكرون لا نخاف سوف تحاسبون تحت الأرض وفوق الأرض وداخل البحر وخارج البحر ضحكة قهقهات شريرة لا تخوفني مثل هذه الضحكات لدينا كل شيء ولكن نخبئه كل شيء غالٍ سوف نزدم عليكم إلى منزلكم ونكشف الدب الذي تضعون فيه القبر والسكر والحليب القانون قبل الفاصل بعد نرجع ركاب أكل القانون عملوه اللي يخبي دب ويتحكم 10 سنين وقديش يتحكم هو 5 ولا 10 شدوشي واحد بيه لا شدو كم فاكولة طرف السميد نتاع الخبز نتاع الملاوي نتاع الملاوي شكارة سميد عشر رجعت ولا ما لقاوش الدبوات ما شويه يكلموهم يكلموك بل ما يجوها وجايين راهو جايين فرغوا كل شيء يا دبوهم جايين يلا فاصل